نيوب، اهلا بيكي معانا النهارده في خبر. اهلا وسهلا بيكم، سعيده ان انتوا النهارده موجودين وانا كمان معاكم. ايمان، كلمينا النهارده عن مشاركتك في حمله وحشتونا لدعم السياحه واهميه دور دعم الفنانين للاحداث السياحيه والثقافيه دي. المهم قوي طبعا الفنان يحمل يعني الرساله دي، لان رساله الفن اهم رساله، هي اللي بتوصل لكل واحد في بيته، بتوصل لكل المشاهدين، بتقول لهم كلمه. احنا عايزين نقول ان بلدنا حلوه ومليانه خير ومليانه اماكن سياحيه، عندنا الاقصر واسوان وشرم والغردقه وحتى مصر هنا يعني لو نزلت الحسين، نزلت الازهر، في كل حته، في كل شبر في مصر هتلاقي حته حلوه، هتلاقي ما لو نزلت والله جنينه كده فاضيه هتلاقيها حلوه. فانا عايزه اقول لك انه بلدنا حلوه، وعايزين نقول ان احنا يعني كل مدى ان شاء الله مصر بتبقى للاجمل وبتتطور. انا شايفه في كل حته بمشي في تطور، وفي انا اي حاجه مش مظبوطه شايفه ان فيها اصلاح وتوضيب، يعني في عمل جامد. انا شايفه في شغل حاصل حلو قوي. احنا كلنا لازم نتكاتف في حب الوطن، كلنا لازم نقول تحيا مصر، كلنا لازم نقول بلدنا هتبقى احلى واحلى بس بينا احنا. هتكملي الحمله وتسافري معاهم بالدول العربيه ولا تختصر مشاركتك بس هنا في مصر؟ والله انا اي حاجه لبلدي انا هسافر فيها واروح في اي مكان عشان بلدي تبقى اجمل زي ما هي جميله تفضل جميله. كمان كلمينا عن اخر شغل ليكي، سمعنا ان انت داخله فيلم قريب. ان شاء الله فيلم المهرجان اسمه سيجاره، الفيلم اخراج الاستاذ رامي نصيف وتاليف استاذ انيس بجواري. الفيلم بيتكلم عن قضيه مهمه جدا، قضيه الوطن، بيتكلم عن ان انت لازم ازاي تحب وطنك من غير ما تتغير، من غير ما تبقى انت منتمي لحد او منقسم او منتمي لحزب. انت لازم تحب وطنك، ارضك، تراب بلدك، من غير ما تبقى في خلافات مع اصدقائك وجيرانك واصحابك وعشره عمرك. انت لازم تحب بلدك لمجرد ان هي بلدك، ارضك اللي اتولدت فيها وكبرت فيها مع اصحابك واخواتك وقرايبك. مش ممكن نتقسم، مش ممكن نتفرق. والله انا عايزه اقول لك هي صوت الضمير، يعني عايزه اقول لك صوت البنت المصريه اللي بتحب بلدها من غير ما تنتمي لاي حزب، من غير ما تنتمي لاي مصالح شخصيه، من غير ما تنحاز لحد. هي بتحب مصر، بتحب بلدها، بتتكلم، بتدور حدوته. الحدوته دي بتحكي وبتبين ان ثلاث او اربع ولاد مع بنت صاحبه بقوا اصدقاء جدا واخوات في الميدان، وبتحصل حدوته بقى طبعا مش حرقها، بس هي بتوصل رساله حلوه قوي نفسي الناس توصل لهم بالمعنى المظبوط ويفهموا الرساله من ورا الفيلم. مين الابطال اللي معاك؟ جمال عبد الناصر واشرف فايق ومجدي ومجموعه شباب الحقيقه متميزين ونجوم. اتمنى يا رب ان الفيلم يعجب الناس. بحضر كمان ان شاء الله برنامج اجتماعي، البرنامج ده بيناقش قضايا المجتمع وسلبياته. بنقول لاي حاجه غلط لا، نقول احنا لازم احنا نبدا بنفسنا، يعني ابدا بنفسك، ما ترميش حاجه في الشارع. التوعوي بالظبط، انت تبدا بنفسك لان السلوك ثقافه. انت لازم عشان انت ولادك عايزهم يبقوا كويسين ابدا بنفسك، ثقافه طبعا. سلوكك قناه ايه؟ قناه النهار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا.